السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب بالقناة مرة ثانية. مقطع جديد على Apex Legends. طبعا قبل ما نبلش لا تنسوا اللايك والاشتراك والدعم يا شباب بالقناة. وهذا المقطع بخبركم كيف تفعلوا البوتات بالفايرينج رينج بساحة التدريب بـ Apex Legends. طبعا هي الطريقة سهلة، بس ركزوا، هي كم خطوة لازم تركزوا عليها وبيشتغلوا البوتات إن شاء الله. أول خطوة لازم تساووها ترموا الأسلحة يلي معاكم، لازم ما يكون معاكم أي سلاح، معلش إذا كان في أي شي تاني بس ما يكون معاكم أسلحة. وتاني خطوة بتروحوا على المدخل الأخير يلي على اليسار، اللي بتنزلوا منه، إنه داخل بتنزلوا منه بس آخر واحد على اليسار، وبعدين لازم تطلعوا على هذا المكان اللي فوق. طبعا الطريقة لهون لازم تكونوا واقفين بالنص تماما، بس لتوقفوا بالنص لازم تساووا كراوتش، بعدين تطلعوا لتحت تحت بالضبط وتغيروا الليجنت تبعكم. هلا وقت بتغيروا الصوت وتغيروا الليجنت بيطلع لكم صوت مختلف، هذا الصوت بيأكد ان البوتات اشتغل. وهيك بيكونوا البوتات اشتغلوا. ننزل منشوف، ومشاهدة ممتعة، وخبروني بالكومنتس، اكتبوا لي تعليقات شو رايكم بهالشغله اللي مساويتها ابيكس، وهي بتستفيدوا منها ولا ما بتستفيدوا منها. انا لعبت شوي وكانت ممتعه، ولا تنسوا تعطونا رايكم بالاشتراك لايك. سلام عليكم. Taking him out with a decoy. Gotta patch myself up. Faking him out with a decoy. Faking him out with a decoy. Decoy escape deployed.
lose hold. Look at you. Just gotta patch myself up. Bamboozle.